قسوة الشارع. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا هتكلم. انتوا تابعتوا يوم الجمعه اللي فاتت حلقه محاوله البحث عن مريم بنت 100 غمر. شاء القدر ان مريم ترجع لاهلها بفضل الله بعد اقل من 24 ساعه من اذاعه حلقتنا. وزي ما شفتوا في الفيديو بدايه الحلقه، مريم كانت هربانه في مدينه الشروق ورجعت لأهلها بعد إذاعة الحلقة بيوم. اللي بقوله ليكم ده اختصار إن مريم هربت ورجعت، بس ما بين الهروب والرجوع في تفاصيل كتير جدا كلها توتر وحزن وغموض. هنمشي مع بعض واحدة واحدة وهنكشف الحقائق بتفاصيلها، بس ركزوا معايا كويس جدا. لما اتبلغت إن مريم رجعت كنت في قمة السعادة أنا وفريق العمل، لأننا حسينا أننا كنا السبب في رجوع مريم، وبأكد مرة تانية أن ده بفضل الله وحده. جرينا مش سافرنا، إحنا فعلا جرينا البلد مريم أول ما تبلغنا. الموضوع كان لحد ما وصلنا أن مريم زي ما قلت لكم هربت ورجعت، لكن للأسف لقينا تفاصيل كتير ومطبات كبيرة جدا وشائكة جدا وصادمة جدا، وصورت كل ما يخطر على بالكم من حقائق صادمة. وزي أي إعلامي كان عندي شهوة استكمال الانفراد اللي أنا عملته، لدرجة أني طلبت من القناة أني لازم أعرض اللي صورته تاني يوم، وده ما كانش معاد برنامجي. وبالفعل أخدنا الموافقة وأعلن عن ده كمان في الصحف، لكن أنا راجعت ضميري الإنساني اللي كان بيعارض ضميري المهني، لأن أنا خفت أكون سبب في فضيحة والمساس بسمعة بنت بريئة. فأخدت القرار أني مش هعرض الحلقة، وفعلا ما طلعتش بالحلقة. ولكن حصل اللي ما كانش في الحسبان. الأب كلمني وخيرني بين أمرين، يا إما يطلع معايا يا هيطلع مع غيري. البرامج كتير والمحطات كتير، ايه بقى سبب رغبته في الظهور؟ هقول لكم بس شوية، خليني اكمل لكم. لما خيرني والد مريم، اولا صعب عليا الشغل اللي انا عملته، كمان انا تعبت وصورت وعندي شغل كتير مصوراه وكنت هلغيه، واتضايقت ان حد ياخد شغلي طبعا ويكمل عليه، ولو كان على ظهور الحقيقة فأنا أولى إني أظهرها، رغم إن كل أسى النهاردة إني بعمل الحلقة دي وأنا والله غير راضية وغير سعيدة، لإني ما كنتش أحب أكون طرف في موضوع يمس سمعة وشرف بنت بريئة، ضحية واحد معدوم الضمير والنخوة. ومع إصرار الأب كمان إني أنا أكون سبب في مساعدة بنته وإظهار الحقيقة عشان نجيب حق مريم، خصوصا انه اصر جدا على الظهور معايا بعد الاخبار اللي انتشرت ان بنته هربت من البيت بسبب رفض اهلها جوازها من حبيبها على غير الحقيقه. ومع الحاحه وافقت ولبيت رغبته. قبل ما نتكلم عن رجوع مريم وقصه مريم ومشكله مريم ومصيبه مريم ونحاول نلاقي حل مع بعض، حابة أفكركم بحاجة عشان نتكلم فيها. عاوزين نشوف مع بعض جزء من كلام الأستاذ ناصر عم مريم اللي كان مشرفني في الاستوديو في حلقة يوم الجمعة اللي فاتت.